Milk and Mood, c'est mon premier long métrage. C'est un film de fiction. Il faut insister, c'est un documentaire. Ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction. De plus que Akhtar Min Satin, Twil Shoya. Donc il raconte Hikayet Safeh Nebel, c'est un tueur en série. Il tue des enfants mineurs, entre parenthèses. بالنسبة لي أنا سينما في سينما سي لو رول دو ما في دور مراقب في برشا خدمة عمل كبير برشا ماهوش سهل حتى سوغ لو نيفو برود معناها سي كوتو الفيلم يعني قاعدين نحكيو على ايبوك وقاعدين نحكيو على كوستيوم نحكيو على ديكورات في وقت معين باش تكلف برشا فلوس المشروع أنا ممن كريم بالرحومة وتونكو ريليزاتور قبل ما نمن بالمشروع معناها نعرف كريم ونعرف الفيزيون نتاعو سينما كريم تعجبني برشا انا فهمت خمم فيا في الرول معناها ما خديتش وقتي باش نخمم معناها ديريكت قبلت وبديت نخدم عليه معناها شو يعني نعمل في لي ريشيرش على الحقيقه نتاع اللي صارت بالضبط واكتشفت من خلال لي ريشيرش اللي فما برشا حاجات العباد ما تعرفهاش فما برشا حاجات تعديت غلطه معناها على الناصر هذايا وإن شاء الله ربي وفقنا ولا معناها المهم مش سهلة مش تكون سهلة خاطر كيما قلت لك عمل كبير برشا ويا الفوق يا اللوطر إن شاء الله الفوق والفيلم il va retracer sa vie يعني pourquoi il est devenu comme ça يعني c'est l'aspect psychologique أكثر منه حاجة أخرى le film va parler de ce personnage le pourquoi du comment لين نخلطوا للحكاية اللي برشا عباد تعرفها يعني حتىك تدخل يوتيوب تفرج في منير بن صالح حتى تعامل عليه ريبورتاج في رفعة الجلسة دونك عطا بوكو دانفورماسيون منير مي فما حاجات اللي ما تحكاوش في التلفزة هذوكم هما اللي باش نحكي عليهم انا في الفيلم لي نون دي كوا هو راهو الفيلم باش نبداو واضحين ماناش يعني ماناش او بالاحرى ماهوش مكتوب ولا المخرج عامله باش يبروفوكي الناس هو الفيلم بالنسبه لي انا نعتبره قبل ما نحكيو سينما قبل ما ندخلو فيكسيون فيلم توعوي قاعدين نحكيو على شخصيه وحش بني ادم معناها اكثر حاجه جبدتني في الكتابه انه علاش الانسان هذا ولا هكاك يعني فما توعيه حتى من الناحيه الاجتماعيه خاطر هي في حد ذاتها ضحيه هو البيرسوناج هو ضحية اجتماعية كما برشا ضحايا أخرين يعني ما هوش هو الداء ما هوش هو العلة معناها كما نحن نقول فما حاجات أخرين برشا خليته يوصل للمرحلة هذيك المتقدمة من المرض متاعه نعطيك سكوب صغيرة أنا وليدي تولد في الحبس شنو يلزمنا نعمله باش ننقذوه هذا إذا كان تولد ثاني تولد في الحبس ويكمل هكاك حياته يعني قاعد أنت خلقت مجرم معناها مجرم تولد أنت كمجتمع مدني وكسلطة وليد تولد في الحبس في المجتمعات الراقية يلقاو له حل يدخلوه يدمجوه يعلموه يقريوه يكونوه مش يطلع إنسان فاعل في المجتمع مش يطلع مجرم كما السيد هذا والله السيناريو ديزون في العامين كيكا بليزيور موا دو ريشيرش ابخي اكريتور كملت السيناريو وتوا جو سوي في الفاس تاع الدكتورينغ دو سيناريو يعني لا ريكريتور دو سيناريو خاطر الفرشة الأولى كيما نقولوا عملتها أنا سيناريو كتبته انا مي لازم نحل اناتولي بور افوار دوتر ايدي دوتر فيزيون اكسيتيرا خاطر سا با دير انا لو رياليزاتور لازم يكون انا سيناريست دو باز نو جو سوي لو رياليزاتور سيناريست دو فيلم مي نحب ناخذ دوتر بوان دو فيو نتاع دوت بون سيناريست اللي قاعدين نكتبوا في لا فيرسيون فينال دو سيناريو بور لانستون بيان سور سي ان سوجي تري سنسيبل دايور و افيك تو لو ريسبي يعني لي فيكتيم والفامي نتاع لي فيكتيم Mais c'est un personnage qu'il faut travailler là-dessus. Ou d'ailleurs, là, je vais vous parler de vision et choix. C'est ma vision. Le trip, c'est les films noirs, les drames, les histoires vraies. Je veux bien être un personnage ou être Ali. Je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Le choix de Nasser Demerji, pourquoi ça fait que je suis Ali? Parce que je n'aime pas cette personne. Je déteste. Et c'est pour ça que je vais en faire un film. أكيد فما حالات أنا مع حكم الإعدام واختانا من لغة حقوق وإنسان وجستيس وبلا بلا بلا فما ناس عملت أفعال شنيعة في حق ناس مع حكم الإعدام مع حكم الإعدام بيان سور جو سوي بور اي سي سامبل يعني على خاطر أكسيون رياكسيون
دونك انت تقتل عبد سي لوجيك تتقتل انا سي سامبل يعني بو مو جو سوي بو حكم العبد وي هو عاملين كومباني ملي صار التصريح يعني انا ما تحيت من 4-5 افلام كان هذا ما يقلقش هي المشكل وين المشكل اللي لازمهم يفهموا راه فما راي وراي اخر يعني وانا ما عندي حتى ذنب اذا كان هما ما يفهموش في ثقافه الشارع اذا كان انا كلامي نتاع شوارع نتاع جهال هم يسميوه نتاع جهال معناها فهمت مي بون ثقافه الشارع يسميوها جهل ما يسالش نسميها الجهل الجهل نتاعي انا ما نتحملش مسؤوليته اذا كان هما ما يفهموهوش ما فهموش كلامي فما راي وفما راي اخر ثقافه انه يا معايا يا عدو يا لا ومعناها يمثلوني بالهوموفوب يذولي ما يعرفوش معناتها هوموفوب كلمه كبيره يا هوموفوب معناها انا بار اكزومبل من الناس اللي تكلمت وقلت انا جو سوي كونتر لو تيستانال انا ضد الفحص الشرجي خاطر سي انوما ما جيتش انا معناها مارست عليه العنف ولا حرضت عليه العنف انا عندي برشا اصحابي معناها دي زيموسيكسويل وعمري في حياتي ما جرحت عبد ولا وجعت عبد لكن اذا كان تجبد الموضوع نعطي فيه راي فهمت راي كيما قلتوا في التلفزه كان قاسي عليهم ونعرف اللي هو قاسي لكن هذاك هو راي سي ان برانسيب نعيش به انا نتحداهم اذا كان نهار واحد فيهم اعتديت عليه معناها في الشارع ولا اعتديت عليه في فيسبوك ولا نبزته ولا انا عندي برشا اصحابي ما نحبش نسميهم باش انا عندي اصحابي يحبوا يتصوروا معايا وقت الحمله ويهبطوا في الفيسبوك باش يقولوا لي انا راهو مانيش هوموفوب راهو هذاك راي وخلينا نحترموه كيما هو محترمكم فهمت وانا رفضت باش ما نضرهمش قلت ليه راهو توا سخونه الدنيا وماكله بعضها علي انا ما ندخلكمش في مشاكل ما عندكم فيها حتى دخل Je ne pense pas que cette campagne تنجم تضر الفيلم ني زاد شواء ديما يقولوا لي علاش اخترت احمد pour provoquer la communauté LGBT non c'est pas du tout le cas d'ailleurs انا ما عندي حتى مشكله مع حتى كوميونيتي في العالم المشكله الوحيده اللي عندي في تونس مع التاكسيست هيك هاو واخترت احمد على خاطر سي ان اكتور عنده بيرفورمانس باهيه وهي اللي لازمه في الفيلم اخترته pour ses performances pour ses qualités d'acteur et non pour ses propos احمد سي ان اكتور باتار Et j'aime ça. Quelle chose fait place à toi? Un bon acteur, c'est un bon acteur. Ça s'arrête là, c'est simple. Fitoune, ça? Non, pas du tout. On m'a rendu compagnie à la chasse. On est sur le film. Un, deux. La bête qui a été faite sur Ahmed Lantoul, c'est tant qu'acteur. Je suis faite sur Ahmed Lantoul, c'est ce qu'il a. Je suis faite sur Ahmed Lantoul. Le monde, je m'aime Ahmed Lantoul, c'est tant qu'acteur. اللي نوجه له تحيه اللي هو عماد الاسود بيرسبكتيف برودكسيون بالرغم اللي التليفونات تضرب صباح وليل على احمد الاندلسي معناها كيفاش تحط سيت انوموفوب بون انا يعرفوني متملح كنت نجم نقول اي هوموفوب وتضرب لي على الطياره ما جو سوي با هوموفوب بالحق مانيش هوموفوب زايده الكلمه معناها قول قال كونترنا ولا ماهوش معاه انه حكايتنا تولي ميدياتيزي ولا متقنة ولا اللي هو اما كلمة هوموفوب كلمة كبيرة برشا وهما ديجا هذه غلطتهم هو تجي معناها تقول انا راني ضدكم سي هوموفوب فما الرأي والرأي الاخر مش معناتها انا مانيش معاك يعني عدوك مانيش عدوك يعني فهمت كيف انت ماكش معايا مش انت عدويا ماكش عدويا معناها نبدا نصور الفيلم نحن ديجا صورنا اون بون بارتي من الفيلم صورنا ديجا وقصينا واللي غاش اللي خذيناهم خرجنا منهم اون بون دانونس pour voir ce que ça donne. Ou Kassina pour deux raisons. La raison l'eau là où un autre film très coûteux. Donc il nous faut défendre pour que je ne me saoure. Ou la raison Fenia, Ahmed Lesmo est 20 kilos. خاطر صورت البارتي اللي هو سمين شويه وفما هي البارتي لازم مسبوع كيما نقولوا دونك يكمل هو عنده ان بروجي ان اوتر بروجي يصوره انتر تان ويطيح لي 20 كيلو بور بروندر لو تورناج والله العباد اللي تفاعلت مع الفيلم سي لوجيك اي جو بو لو بروميتر كو سا فا ايتر ان فيلم تري شوكون اي جو سي كيلز ايم سا